ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة النائب السيد محمود البحراني عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. سعادة النائب، بداية نرحب بك، وهل لك أن توضح لنا ما تم استعراضه من خلال تعديلات فيما يتعلق بالميزانية العامة من خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؟ شكرا لك أخي المذيع المتألق حسين سعيد على هذا الطرح الأكثر من رائع، وخلاصة ما توصلنا إليه في النقاشات المستفيضة في الاجتماعات المشتركة مع أخواني أصحاب سعادة أعضاء مجلس الشورى. من المعروف أن الميزانية العامة هي عبارة عن كشف محاسبي يتضمن تقديرات نفقات وإيرادات مملكة البحرين خلال سنتين قادمتين، إلا أنها في الوقت نفسه تعكس الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة للعامين القادمين، فبالتالي تعتبر مثابة خطة الحكومة للإنفاق العام على البرامج الاقتصادية والاجتماعية ومصادر تمويل ذلك الإنفاق. من هذا المنطلق تكتسب الميزانية العامة أهميتها، خاصة أنها تعنى من ناحية أخرى برسم السياسة المالية العامة للدولة للسنتين القادمتين. ونتيجة النقاشات المستفيضة والحوارات التي تمت عبر العديد من الاجتماعات المكثفة، حرصت اللجنة المالية على المحافظة على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتعزيزها، مع الأخذ في عين الاعتبار الظروف الحالية الصعبة الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين مثل بقية دول العالم بسبب تداعيات الجائحة. يبقى القول بأن لابد من تقديم التقدير الكبير للحكومة الموقرة على جهودها المتميزة في مواجهة الجائحة، والذي شهد لها جميع المراقبين والمتابعين لشؤون الجائحة جائحة كورونا في العالم. في المقابل بأن هذه الجهود المتميزة تطلبت موارد مالية إضافية لابد أن نأخذها بالاعتبار عند مناقشة الميزانية العامة. إضافة إلى ذلك فإن الميزانية كان لابد أن تراعي برنامج التوازن المالي الذي تم إقراره ضمن برنامج عمل الحكومة، والذي تم تحقيق العديد من متطلباته بفضل التعاون يعني الوثيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، خاصة بما يتعلق بتخفيض عجز الميزانية العامة إلى المستويات التي تخدم الاستقرار الاقتصادي والاستدامة. أهم التعديلات التي استطاعت اللجنة المالية أن تصل إليها بالتوافق مع الحكومة الموقرة تتمثل في زيارة مساهمات بعض الجهات الحكومية في إرادة الميزانية العامة ورفع تقدير سعر النفط إلى 50 دولار للبرميل. أما من ناحية المصروفات تم التأكيد من قبل اللجنة المالية والتوافق عليها مع الحكومة المحافظة على مكتسبات المواطنين من حيث برامج الحماية الاجتماعية وضمان الدعم التعرفة أو استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في مسكنهم الأول، وزيادة المخصصات المالية للمشاريع وخاصة في مجال التوظيف والإسكان والتعليم والصحة والشباب والرياضة والإعلام. وأخيرا فإن اللجنة المالية حاليا تعكف على إنجاز المرحلة الأخيرة من التوافقات مع الحكومة الموقرة تمهيدا نحو عرضها على الجلسة العامة للمجلس، والتي من المتوقع أن تكون في الفترة القريبة إن شاء الله. إن شاء الله. إذن سعادة السيد محمود البحراني عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، شكرا جزيلا لك.